هكذا تحولت أحياء مدينة البغاز طنجة بفضل مبادرات متميزة لساكنة الأحياء، مبادرات حولت عدد من الأزقة إلى لوحات وفسيفساء طبيعية تسر الناظرين. احنا كما كتشوف بقينا قدامين في هذا الحي، وهذا الحي جا من مبادرة ديال واحد الجمعية ساعدتنا في الشيء هذا، وهذا كيساهم بأن الحي كيبقى دائما نقي، وكيساهم أنه يحد شوية من الجريمة ومن الإنسان اللي شوية كذا. والحمد لله عاونونا الناس الحي كاملين، والصغير بالكبير بكل شيء. هذا الشيء مزيان، ولقينا مع بعضتنا وجمعنا مع بعضتنا وعدلنا الزنقه مع بعضتنا، محمد علي وقف معنا، حنا وقفنا مع بعضتنا كاملين، وهذا الشيء راه لقينا الحومه كامله، والدراري صغار الحومه كانت ما كانتش تنسال بحال دابا، دابا الحومه مزيونه، والدراري مقيين هنايا، والدراري عندنا الحومه مزيانين، ما عندنا شي حاجه قبيحه هنايا، الحومه عندنا مزيانه بزاف. ايوا هذا في الحقيقه كان هو كفيك عندنا بشحال هذه باش نقوموا بهذا العمل هذا. واخما كنا هاد القضيه كنا بزاف ديال الساكنه اللي كنا عندنا ديجا المحابق في الزنقه هنايا، وعندنا بزاف ديال الاموص، الا دابا الناس ديال الحومات جمعنا عملنا الشيماء وقمنا بواحد الباديه مع بعضيتنا، قيمنا المساله بشحال تقام علينا المساله من الناحيه الماديه، من الناحيه اللوجستيكيه، من الناحيه ديال التعب اللي غادي نعملوا في الحي، من الناحيه ديال الخلق ديال الاجواء ديال النظافه في الحي، كيفاش نقدموا للاطفال هاد المسائل بحال هاد الشكل هيدا. وبالتالي تأينا باش نقوموا بعض الاجتماعات مواطنيه مع الناس ديال الزنقه ديالنا بالضبط، وجاب الله التيسير وقمنا بالجمع ديال واحد المبلغ مهم ديال المال اللي هو تقريبا واحد 20,000 درهم اللي قمنا بالجمع ديالها مع بعضيتنا. وكما كتشوفوا الحمد لله النتيجه هي دابا ديما هاد السنه والزياده، والامور باقه ان شاء الله في التطور، وباقي غنزيدوا بزاف الحاجات، والا وما لا غنعدوا بزاف الازقه ان شاء الله مستقبلا. زنقة كاملين بينا تعاوننا فيها، واللي مشاو للغابة جابوا تراب ونبدناهم ما قطعناهم شي. هو راه حسن جدا، وخصوصا يعني الانسان اللي كيجوز واحد الحي يعني كيحس راسو بحال انه هو ماشي في حي في البرتغال، ولا في يعني بحي في يعني في جنوب اسبانيا بحال دابا مربيه مثلا، ولا في شبيليا وداك الشيء. يعني الاحياء ديال كاسابلانكا يعني تغير الرونق ديالهم، وتغير بزاف، لان قبل كنت كتقول محي كاسابلانكا كتجبر غير على الحجار وعلى الرمال وعلى الوساخ وعلى دابا لا، دابا الا غادي نغمض لك عينك غادي نجيب لك مثلا واحد الحي تقول لي انت ماشي في حي كاسابلانكا، يعني انت في حي شي حي راقي. المبادرة اللي سميتها مبادرة حي جميل حي آمن، كتهدف إلى تزيين 6 ديال الأزقة في انتظار الشطر الثاني اللي غادي يكونوا فيه أزقة أخرى. هذه مقاربة مجالية جديدة في محاربة الظواهر الإجرامية واستهلاك ديال المخدرات. كجمعية حاولت مع الشركاء ديالها انها تعطي الانطباع بان احياء ديال البرشيفه هي احياء امنه، بدليل انها منخرطه في كل ما يهدف الى التحسيس بالامن والحق في الامن عن طريق مقاربات غير كلاسيكيه، انما هذه مقاربه بيئيه تهدف للتحسيس عن طريق الجمال، عن طريق البيئه، عن طريق الماء والخضره كما يقال. وبالتالي هذه مبادرة اللي قامت بها جمعية شفاء لقات ترحاب كبير من طرف الساكنة ولا الفاعلين المؤسساتيين ولا الشركاء الدوليين ديالنا، وكنهدفوا إن شاء الله أننا هذه التجربة نزيدوا نعمقوها في القريب العاجل.